ثمن أبناؤنا حياة سليمان بيك جهود قوات البيشمركة ودورها المحوري في تطهير ناحيتهم وطرد مجاميع داعش الإرهابية منها ودورها البارز، إلى جانب القوات الأمنية الأخرى في فك الحصار الذي كان مفروضا من قبل إرهابي داعش على ناحية آمرلي لمدة أكثر من شهرين. تفاصيل أوفى مع هيلغورد حسن. انتصارات عديدة شهدتها مناطق سليمان بيك وآمرلي وما يحيط بها من قرى وقصبات على أيدي قوات البيشمركة بالتعاون مع قوات من الجيش العراقي بتطهير تلك المناطق من إرهابي داعش. ناحية سليمان بيك التي كانت معقلا للإرهابيين حيث دخلت القوات المشتركة لتطهيرها من قوى الظلام، قوات البيشمركة جددت العهد في حفظ أي شبر من أراضي كردستان، والذي يطمع في أرض كردستان سيكون مصيره كمصير داعش. أول شيء أريده أن كل شعب كردستان بهذا النصر الكبير اللي حققه قوات البيشمركة ضد الدواعش، وأريد أذكرهم بفد شيء يعني ولو شيء بسيط بالنسبة لنا. إحنا قبل هسه وعدنا أهل كردستان بأنه نكسر شوكة قوات الداعش، واليوم حققنا هذا الانتصار وكسرنا. وأريد دبلغ كل العالم أي قوة أي عدو يريد يمد إيده على أرض كردستان راح يكون مصيره مثل مصير داعش. جدا نشكر البيشمركة، ساهموا ويانا وقفوا ويانا، احنا إن شاء الله نبقى أي واحد بعد هذا المرحلة إذا يتعدى على كردستان، نحن رقبنا سداد ويا الكردستان، وقفة عراقية شريفة وقفوا ويانا الكردستان بيشمركة. مدن باتت خالية من سكانها بل أصبحت مهجورة، منهم من نزح منذ سيطرة إرهابي داعش على تلك المناطق خوفا من الجماعات الإرهابية. أما الآن وبعد أن أزالت القوات المشتركة الغمامة السوداء وطردت خفافيش الظلام، عملت هذه الخفافيش على تفخيخ الأزقة والبيوت، مما جعل الدمار ملحوظا بواجهة تلك النواحي والقرى، ما جعل الفرق المختصة من قوات البيشمركة تعمل على إبطال مفعول العبوات الناسفة التي زرعت أساسا للدمار والقتل. هلغورد حسن، فضائية كركوك.